بالنسبه للتو دي والشركات اللي بتشتغل في التو دي نقول محدود شويه، فممكن الفنان يروح يعمل فيه شويه خطوات كتير شويه. بالنسبه بقى للسي دي ده حاجه مشكله، المشاكل كبيره جدا في العالم كله. فانا اشتغلت مع الشفافات فتره من الزمن، وبعد كده للموهو او الايم ستوديو فترة طويلة برضو من الزمن، وبعد كده دلوقتي انا بشتغل اذا كان موهو بعمل حاجات موهو، بعمل حاجات للسري السري دي دخلت الانيميشن بتاعه فترة طويلة. ده بالنسبة للبرودكشن بخلاف الستوري بورد والحاجات دي، لان الستوري بورد انت بتتعمل مرة او بتتعمل في الاول وبعد كده خلاص بتبدأ تلغي. اغلبية فنان الستوري بورد هو ريدي انيميتر او بتاع، انت بتعمل حاجة جوه الكارير ده وبتعمل الستوري بورد. فالستوري بيتعمل في الاول، مثلا هشام معاه مثلا 5 حلقات، احمد معاه 5، بيتجمع كله خلاص بتاعك نبدا برودكشن على طول. انت ليك دور تاني او انت بتحب المجال ده، بتحب انت بتكون في ايه في الدور التاني ده موجود انمي مثلا معاهم بالاضافه للاخراج اللي انت عامله، وبتتابع حلقاتك لغايه لما تخلص. انا طول ما انا عمال بشتغل وات ايفر السوفت وير ايه، عديت على الموهو، عديت على المايا، عديت على وات ايفر، بتحصل مشاكل كتير، لان كل مسلسل وكل حدوته حصلت وتنفذت فعلا بيبقى ليها مشاكلها. فالمشاكل دي بتتزود من الخبرات حاجات تانية خالص غير بقى الديفولت بتاع البرنامج ده، حاجات حدوته تانية. جينا نعمل مثلا سي بحر فحصل عندنا مشكله كذا في شكل الصوره كذا، فعالجناها بالبرنامج ده، لا ده ما ينفعش، طب نشوف سوفت وير، طب لا هنرسمها، لا مش هنرسمها، طب ما تروحوا تجيبوها 3 دي، هاتوا لايف واعملوا روتوسكوبنج عليها وتطلع حدوته كبيره جدا. وفي الاخر زي ما قلنا مالكش دعوه تصنع زي اتفرج على الشاشه، جميل برافو جميل جدا، نبدا ندور بعد كده طب اتعمل ازاي. في بقى بغان فوق فعايز يترج تعمل له رجل لوحده تصميما مظبوط، اللي عمل موديل شيت ده عامله مظبوط، ادي الرجلين تروكار اهي لان الكاركتر واقف تروكار مظبوط، ادي البروفيل الرجلين بروفيل مظبوط والايدين بروفيل، ادي الباك رجلين باك مظبوط، وادي الفيس مظبوط. اللي صممه راجل رسام فاهم اللي بعده هيعمل ايه او هو هينفذ بعد كده هيعمل ايه. وده كاركتر ستايلز بس الرجلين طبعا هنا البروفيل تماما، عايزه الايد تكون مفروده، يعني الايد المفروده دي هتتمودل هنا ويتمودل عكسها او تتاخد وتعمل لها فليب. البرنامج ده النظام بتاعه نظام فيكتور اهو، ادي 24 فريم بير سكند، ادي ال 240 فريم اهو اللي هو الايه الاند فريم، وده ايه الفريم ريت. اللي انا عايز احركه هنا اكون واقف على اللاير بتاعه، فانا عايز اجيب الصوره في نص الايه الكادر بتاعي. السايز بقى بتاع الحاجه مش مهم، ممكن يبقى كبير ممكن يبقى صغير، انا بعد كده ممكن اتحكم في الايه في الكلام ده كله. هبدا اموديل بقى حته حته، وكل حته هبدا اموديلها، الدراع مثلا هيبقى فلير لوحده، الجزع هيبقى فلير لوحده، الرجلين كل رجل فلير لوحدها، القدم هيبقى فلير لوحده، الايدين اللي هي الكفوف هتبقى فلير لوحدها، واجمعهم كلهم في جروب. محتاج ليبسنج، هبقى محتاج بق، هنا حرف الاي في الليبسنج بيبقى البق المفتوح، حرف الاو بيبقى البق اللي هو مضموم، الاي زي ما انتم شايفين الشكل كده اللي هو ايه بيبقى جزء من السنان باين. ده للرسم للموهو اي تحريك، لو حد بيموديل 3 دي برضه هيموديل كاركترات بيتعمل بنفس الشكل ده. سيبيه دلوقتي عشان ممكن يعني انت سي عملتي العينين وجربتي تيستنج للعينين او جربتي المناخير جربتي الوش جربتي حاجه وبعد كده ممكن حصل كراش راح منك، وهو بيعمل ريكفر يعني ممكن يريكفر حاجه بس انا ما اضمنش هيريكفرها كلها ولا لا. بعد ما تموديل 3 دي كان ماكس او مايا او وات ايفر تفرد يو في، ان انت التكشر ما ينفعش ترميه زي ما بنرمي هنا اللون على طول على الشيب المجسم ده، بيحصل له ايه؟ بيحصل له حاجه اسمها ستريتشات. لو هو لون اللي هو الوان هتحط اللون الاحمر اه ده عادي بترمي الالوان، انما لو هو تكتشر تفرد يو في، ايه الفرد يو في؟ زي برضو علبه الدواء افكها بقى افردها وشيل اللزق اللي في الجنب وافرده وافردها على الارض، هتلاقيها فردت معاك كده عامله مستطيل طويل بمكان القفل هنا ومن الجنب وحدتين كده. ده نفس الكلام بعد ما تموديل الشيب ده بتروح تعمله فرد اليو في، تروح ملون التكتشر عليه وهو مفرود مش وهو متجسد. نقول ده الاي مثلا، وهروح عامل فيكتور تاني هسميه ام، ام بيبقى البق مقفول، واخفي الاي قصادي الام اهو، حتى النقط دي كمان انا ماسكها في نفس العظمه.
خدتها معاهم. ليه؟ لما باجي اجرب انا رحت اخدت نقط الشراب بس، جيت اعمل تحريكه كده صغيره، رحت لقيت ان الحته دي بتاعت الجزمه بقت مكسوره وداخله جوه الشراب، بس لو تحت اللي بتطلع قدام الجسم دي بترجع ورا الجسم، حاجات زي كده بقعد ابدل انا الكلام ده، وبيبقى على التايم لاين في التحريك. اللي هي مش مربوط هي اللي هتقعد تتاثر بالهواء، وده بالتالي هي فلير لوحدها، فهيفضل الشعر مربوط زي ما انت عامله، الخصيتين هما دول فلير لوحدهم من فوق عليهم عظم ويبدا يتحرك. لازم يتعمل تيست، بس فالديفولت شغال ونتست الدنيا وتمشي وتكمل. نظبط الرج الاولاني الدرافت ده خالص، وبعد كده نبدا بقى نلعب نزود عظم هنا ونزود. يعني قاعد يحط كونسبت لوني للمشاهد، المشهد ده المشهد ده المود بتاعه، المود اللوني ما يقطعش، لا يبقى مظبوط، احس يبقى ده رسام الخلفيات عارف هو المشهد بتاعه كذا، هيلعب جوه الباليتا دي، ده غير الباليتا الاساسيه بتاعت الفيلم بتاع الكونسبت العام، بخلاف الحوار التحريك نفسه حلو. والفيلم الناجح تقفله الصوت وتتفرجوا عليه، هتملوا مش هتملوا، هتفهموا مش هتفهموا، فتفرجوا عليه. انتوا اتفرجتوا عليه المره دي بالصوت، لما تتفرجوا عليه عشان تطلعوا التحريك اللي فيه اقفلوا الصوت وتفرجوا. بحس ده بيدي يعني انت بعض الشخص اللي بيتفرج يبقى في ده العالم اللي احنا فيه، بس ده عالم تاني احنا بنفتكر سوا، احنا بنحكي سوا. المخرج او الفريق العمل اللي هيقدم صوره قدمها بشكل احترافي وشكل جميل جدا، وقدر يقسم الكتابه اللي كانت مكتوبه دي ويظهرها الواقع بمعاني وابعاد كتير مختلفه وفيها عمق كبير قوي. بالنسبه للمهو في ثلاث مسلسلات واللي مصنعينها مصريين، في سر الكهف، التنفيذ فروم اي تو زد، في ستوري بورد، في تحريك، في الكلام ده كلهم فنانين مصريين. في فلاش الستايل بتاعه قديم شويه، قديم شويه من حيث الجو والمود، لان هو ده المود بتاع فلاش، او هو ده عقل الكاتب، فالكاتب هو اللي بيرضى او هو اللي عايز الفيجن بتاعه يطلع بنفس صورته دي. يعني هتلاقوا ان الانيميشن مثلا اللي كان في سيكريت اوف كيلز تلاقوه سريع، وتلاقي فيه اكشن جاي وفي حاجات وفي شغل وفي حاجات كده، فانا الاحساس بالعمق في فور جراوند باك جراوند، يعني الاحساس ادي في الفور جراوند الكاركتر، والكاركتر عندي ميديم اقرب للكلوز، الباك جراوند فيه كاركترات ورا هي عماله تتحرك بشكل في عمق كبير جدا. فده حاجه من الحركات اللي انا اتمنى انتوا تبداوا تحاولوا تلعبوا عليها. مثلا هتلاقوا في الدقيقه 3 في جري بروفيل، جري البروفيل والمشي البروفيل والحاجات دي بتبقى من اسهل الحاجات او من بدايات الحاجات اللي ممكن لما اول ما نرجع الشخصيه على طول نبدا نحركها. ماشي اهو، ماشي بسيط جدا، حتى لابس عبايه مثلا فمش باين في حتى رجلين، برضه بسيط جدا ممكن نعمله. اعمله اعمله، هيطلع في حاجات بايظه، حاجات مش مظبوطه، حاجات زي كده. انت لو هتلاقي نفسك انت لو عدته من فروم اي تو زد تروح تخرج ليه ده على جنب، والاخطاء اللي انت كنت بتعملها فيه مثلا وانت بتعدل بوينت مثلا ايدك بتترعش عماله تحط نقطه، ففي الاول ده تجارب، انت بتعمل تجارب 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 لغايه لما انت بشكل بروفيشنال بتطلع حاجه شكلها نظيف وبسرعه وبتنجزها وخلاص. انا بسمع مثلا وهو بيقول مثلا اهلا وسهلا، ان الصوت طالع كبير وبعد كده ينزل لتحت، زي نقول ايه مديني شارتس كده طالعه وتنزل على حسب الفوليوم اللي موجود، حرف الاي والبي والاس، شريط الصوت، شريط الصوت اللي تحت، واسمع واتفرج ايه قدامي، او اطلع بريفيو، طلع بريفيو هروح اشوفه وهو بيتكلم وسامع الصوت، الاقي ان التسنيد جاي مظبوط، لان انا عملته مظبوط قوي على ايدي، انا طلعه بيرفكت بالثانيه بالحرف. فانا خدت كوبي منه اللي هو كي 5 هو نفس كي 13، انا خدت كوبي منه هو بالظبط، لكن هعكس الرجلين وحركه المشي، اول كي بيبقى زي اخر كي بالظبط. السايكل هنا بيقول لي بقى انت عايز تسايكل لايه، فريم واحد، انا بسايكل لفريم 2، واحد هو نفسه 17، فكده هيتكرر عندي مرتين، فانا بروح جاي لفريم 2 واعمل بلاي بقى مثلا ونتفرج الكاركتر بيمشي. عندك كاميرات موجوده تحت هنا، تروح تصغر الايه الكاميرا للليارات كلها مع بعض بتاع البون باللير هنا، واروح واخد كي هنا
مجرد كي ترانسليشن بعمل كليك عليه بس كده هلاقي ان هو عمل لي كي كلير البون اهو هنا، واجي هنا مثلا كده اروح مخرجه من الكادر، ادوس شيفت عشان امشي بشكل متوازي كده الناحيه دي واروح مخرجه، الاقي ان في كي جالي هنا اهو اللي هو يمشي الان بتوينز اللي موجوده دي تكون ان بتوينز محطوطه في النص بالظبط كده ماشي. هو ايه في زحلقه، معناها الزحلقه دي نشوفها لقدام ولا لورا؟ ماشي بسرعه لقدام، يبقى عايز فريمات تزيد في المسافه دي، يبقى مقفش مني وما يعقلنيش، اعرف انا اعدي ده واخر كي، يعني ممكن اللي في النص خلاص مش مشكله، بس اول كي واخر كي دول يكونوا كل البونز ماسكاها وكلها واخده النقط الحمراء بتاعتها كلها محطوط فيها ايه نقط 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 نقط، تبدي تسايكلي لانك بتسايكلي من اول كي من اخر كي لاول كي، فاوريدي هتلاقيهم سايكلوا مظبوط. فكره الراس عن الجزع، فالجزع راح اتحرك اروح انا مثلا مأخر الراس عنه فريم واحد او فريمين، فبروح ماسك كي الراس بس بعد ما اكون ظبطت اللوكنج التايمنج الاولاني، مش 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 مع نفسي اروح اقعد اظبطهم كي كي هاتوه بقى ومره افتكر ومره اتلخبط، هم كلهم مع بعض اظبط التايمنج على بعضه وبعد كده مثلا اروح مأخر الراس فرق فريم او فرق فريمين على حسب السرعه، ساعات اخليها ثابته مش هاخرها. ده الرج فيه سهل جدا، ده انا بروح مطلع الرج بتاعه مثلا في خلال ساعه تمام، هتروحي عامله التارجت بون للرجلين تروح مثبتها للرجلين تمام، ترى عامل لنفسي لير في الالوان دي حاطط فيه دوائر كده جنب بعض بالوان الشخصيه كلها، كان دي البلد بتاعتي حاططه في الدوائر بالهكس كود بتاعهم، اروح واقف عليه واخد الهكس كود واروح ملون كله، لان انا بتريس او بشتغل الاول بالباص بس، ولا بلون ولا بستروك ولا باي حاجه، بسرعه 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 كل لير واللير اللي بعده اللير واللير اللي بعده اخلصه كله تريس الكاركتر، هياخد مثلا ممكن نص ساعه تريس بس مش اكتر من كده، او ساعه تريس بس مجرد بجري على الايد اليمين ايد الشمال على الصدر على الراس على الراس من غير اي الوان دلوقتي خالص، كان والتريس ده ما فيهوش لا ستروك ولا هبقى محتاج حتى ده حاجه رجعت لورا حاجه طلعت لقدام لا خالص. بس بعد كده بقى خلاص عندي باليتة الالوان بتاعتي، كاني بسقط لون كاني ارميه بالباكت احطه في حته وبعدين كده ابدا بالاي دروبر اختار اللون فبروح ملون الكاركتر كله باول لون واروح ملونه تاني مثلا اللون التاني اذا كان الغامق اللون مثلا في عندي الاصفر التالت مش عارف ايه بالظبط، هي 10 دقايق ليك لونته. وادي ايه بق، انا محتاج احط ستروك للبق ده عشان ايه اطلع منه شكل، اروح جي ماسك دول هعمل ستروك بس عليه ستروك اختار هنا ستروك كده وعايز اديله مثلا ممكن اقول اللون ده اديله لون اغمق كمان